وافق أمس الثلاثاء اليوم الأول من العام التبتي الجديد أو عيد لوسار. والتقرير التالي يلقي الضوء على العادات والتقاليد المرتبطة بهذا العيد. تعتبر الأطعمة التقليدية جزءاً كبيراً من الاحتفالات بعيد رأس السنة التباتية. الشعير هو أهم المحاصيل في منطقة التبت. الطحين الناعم المستخرج من الشعير المحمص يسمى بتسامبا، وهو الغذاء الرئيسي لمواطني التبت. يمزج التبتيون التسامبا مع الزبدة لصنع الكعك، ثم يتناولونه مع الشاي، ويعتبر هذا المشروب الأكثر شيوعاً في هذه المنطقة. ومن الأطعمة المفضلة أيضا لدى التباتيين في عيد رأس السنة التباتية اللحم والبيرة المصنوعة من الشعير بخصائص منطقة التبات. لقد انتهى عام 2015. أعتقد أنه كان عاما جيدا لكل أفراد عائلتي، وهل نحن الآن نستقبل عاما جديدا؟ نتمنى أن يكون أفضل.